التكميلية بلشت على البواب، أيام كتير قليلة بتفصلنا عنها، وكتير من الطلاب اليوم يمكن انضربت ببعض المواد أو هي حابة تحسن ببعض المواد، تحديدا اليوم مادة اللغة العربية رح نحكي عنها أكثر، قد هي بحاجة لتركيز ودراسة دقيقة، خصوصا يرشح أنه يمكن هي مادة مرتبة، ونفس الوقت بتلاقي يمكن كتير من الأفرع اليوم بتتطلب علامة معينة باللغة العربية. أكيد هايدي، ودائما نحن تعودنا أنه حتى بنظام الامتحانات السابق أنه حتى لو الطالب جايب علامات تامة بجميع المواد ورسبان بالعربي فهو يعتبر راسي. اليوم التكميلية كانت فرصة للطلاب كتير لحتى يقدروا يكملوا علاماتهم، لحتى يقدروا يرفعوا معدل المجموع النهائي. اليوم رح نركز على مادة اللغة العربية ونحن على أبواب التكميلية، كيف الطالب قادر يركز عليها بشكل صح ويراعي مسألة الوقت الزمني ضمن الامتحان. معلومات جدا مهمة حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ مدرس اللغة العربية إبراهيم الحسين. صباح الخير أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير لكم، صباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا فيك وبوجودك. خلينا بداية نعرف من حضرتك عن نمط الأسئلة اليوم، الامتحان النهائي لمادة اللغة العربية إن كان للفرع الأدبي أو العلمي، إذا فينا نحكي كيف كانت نمط الأسئلة خلال هي الدورة، كيف كانت، هل هي كانت مناسبة لكل المستويات أم لا؟ خبرنا أكثر أستاذ. تماما، اهلا وسهلا فيكم مره اخرى. نمط الاسئله لم يتغير يعني عن المالوف المعتاد في الدورات السابقه والسنوات الاخيره. يعرف الطالب ولا سيما الذي تقدم الى الدوره الاولى كيف جاءت اسئله اللغه العربيه، يعني موزعه بين الاسئله المؤتمته والاسئله التقليديه، زائد موضوع التعبير الادبي وموضوع مقاله معينه تكون اختياريه. يعني تبدأ الأسئلة بمجموعة من الاختيار المتعدد، مثلا 6 أسئلة للفرع العلمي و8 أسئلة للفرع الأدبي، يتلوها بعض الأسئلة الفكرية التي تعتمد على فهم النص، طبعا فهم الأبيات، يجيب عنها مقاليا، تتضمن موازنة، تتضمن أسئلة لها صلة بتحليل جزئيات الأبيات، الفكر، الأسباب، النتائج، الرؤى، المظاهر، الملامح، ويضاف إلى ذلك في الأدبي شرح بيت ما وسؤال لاستخراج قيمة معينة. يتلو ذلك مجموعة من الأسئلة التي تفصل في خصائص البنية الفنية للنص، يعني مثلا الصورة الفنية ووظائف الصورة الفنية، الأساليب، أنواع الأساليب، محسنات بديعية، مصادر موسيقى، شعور عاطفي، إلى يعني آخر هذه الأسئلة. وجزء من الأسئلة يكون لقواعد اللغة بين النحو والصرف والإملاء، وختاما كما ذكرنا سابقا بالمواضيع الأدبية والمقالية. طيب أستاذ، خلينا نروح لكونه نحن على أبواب التكميلية، ودائما نحن عندنا حالتين من الطلاب، في عندك حالة بتقلك أنا ما لحقت أكتب كل شيء ضمن الوقت المحدد، وعندك حالة تانية أو نوع آخر بيقلك أنا كتبت ورجعت عدت الورقة مرة تانية، هل هي فروقات بين الطلاب أو سرعة بالكتاب؟ اليوم الطلاب كيف قادرين يتعاملوا مع الورقة بالوقت المحدد؟ تمام، هذا الأمر ضروري جدا، ونحن دائما ننصح الطلاب أن ينظموا وقتهم أثناء الامتحان. يعني فمنذ لحظة استلام الورقة الامتحانية وورقة الإجابة يجب أن يعمل الطالب على تقنية الوقت، تنظيم الوقت. بعض الطلاب لديهم القدرة على هذا الأمر أو تمرسوا مثلا عليه سابقا، يحسن التعامل مع الورقة والزمن الذي يسير. طبعا الزمن عموما مدروس جيدا ويكفي لمستوى الطلاب المتوسط وما فوق، وحتى أحيانا يعني دون المتوسط يستطيع أن يصل إلى آخر الأسئلة. الغلط الذي يرتكبه بعض الطلبة أنه يقف عند سؤال معين ليفكر في الإجابة، ويحتاج مدة من الوقت لكي يحصل على الإجابة أو لا يحصل في النهاية، فيكون قد أخذ جزءا معينا من وقت الأسئلة الباقية. صحيح، فيجب عليها أن ينظم كما ذكرنا الوقت من أول لحظة إلى آخر لحظة. يعني يقسم، نحن ننصح الطلاب أحيانا مثلا في مادة اللغة العربية بعضهم يفضل البداية في مثلا كتابة الموضوع الأدبي والمقالة، لا مشكلة، ولكن عليه أن يقتصد في الوقت، يعني نصف الوقت مثلا للموضوعات مع مراجعتها، ونصف الوقت لسائر الأسئلة ومراجعتها.
تمام. أستاذ إبراهيم ذكرت نقطة خلينا نضوي عليها أكثر، اللي هي بالنسبة لموضوع اللغة العربية. اليوم بتلاقي يمكن نسبة من الطلاب بتعاني بموضوع اللغة العربية، يمكن عندها ضعف بالحصيلة اللغوية أو يمكن ما في تحضير زايد. خبرنا أكثر اليوم بالنسبة للموضوع، نحن كيف بنقدر اليوم ناخذ علامة على الأقل شبه تامة؟ ما بعرف إذا نحن بنقدر اليوم ناخذ علامة تامة، خبرنا أكثر عن التفاصيل. صحيح، الموضوع الأدبي حقيقة هو يعني عقدة كثير من الطلاب في مادة اللغة العربية. لماذا؟ لأنه لا يأتي بدرس أو درسين أو دراسة أسبوع أو أسبوعين، أو ربما يحتاج إلى أكثر من شهر حتى يصل الطالب إلى هذه المرانة وهذا التفوق في كتابة الموضوع الأدبي. يحتاج الموضوع الأدبي إلى، ذكرت هذه النقطة، حصيلة لغوية، ثروة جيدة من التراكيب، من القدرة على مناقشة الفكر المختلفة، إضافة أو فضلا عن استحضار الشواهد المناسبة وطريقة توظيف هذه الشواهد في موضوعه الأدبي وفهم الشواهد لكي يستطيع التمهيد لهذه الشواهد. لدينا نقاط عديدة تدرس في سلم التصحيح لمادة اللغة العربية ولا سيما الموضوع الأدبي، فهذه هي النقاط التي تخيف الطالب لأنه حقيقة لم يتدرب عليها بما يكفي. فأنا أنصح الطالب أولاً أكثر من القراءة، كثرة القراءة هي التي تزيد الحصيلة اللغوية لدى الطالب، تزيد تمكنه من معرفة الفكر المختلفة في الموضوعات التي يناقشها، تزيد معرفته في رؤى الشعراء الذين مثلاً عالجوا مثل هذه المناقشات، تزيد قدرته على تحليل الشواهد المناسبة واستحضارها في أي جزئية من الموضوع. يضاف إلى ذلك بعد القراءة الكتابة المستمرة، كلما كتب الطالب أكثر حسن موضوعه أكثر. الطالب قد يأتي نظريا فهم المراد مثلا أو خطة كتابة الموضوع ولكن لم يطبق على ذلك، أو ربما كتب موضوعا واحدا مثلا في هذه السنة أو موضوعين، هذا لا يكفي أبدا، عليه أن يكتب ويخطئ ثم يصحح ويكتب ويخطئ ويصحح إلى أن يصل إلى مستوى ليس فيه أخطاء. تمام، لأنه لدينا في سلم تصحيح موضوع اللغة العربية مقدار من العلامة بما يعادل تقريبا 20% للمستوى اللفظي والمنهج العقلي للطالب. ففي المستوى اللفظي الطالب محاسب على اللغة ما فيها من أغلاط إملائية أو نحوية أو حتى صرفية، علامات الترقيم المناسبة. أما المنهج العقلي فنبحث عن قدرة الطالب في امتلاك زمام الأمور في كتابته للموضوع، يعني حسن الترتيب والتنظيم، القدرة على الربط المنطقي بين الفكر العام وجزئيات الفكرة داخل مناقشتها، حسن التمهيد، حسن التخلص من فكرة والانتقال إلى أخرى، حسن الختام. كل هذه الأمور يجب أن ينتبه إليها الطالب. هذه لا تتحقق باليسر الذي يتوقعه الطالب، إنما تحتاج منه إلى تدريب مستمر، مرانة يعني متواصلة جدا حتى يصل إلى هذه المرتبة. لذلك العلامة التامة لا تتحقق إلا إذا تحققت العلامة التامة بالموضوع الأدبي. طبعا هي ليست مستحيلة، وهناك طلاب يحصلون على العلامة التامة سنويا في مادة اللغة العربية وإن كانت تتفاوت بين سنة وأخرى، هذا يعود ربما إلى بعض الفروق في الأسئلة التي تقيس مهارات الطالب. أما يعني العلامة القريبة من التامة فيحصل عليها مجموعة كبيرة من الطلاب. طيب أستاذ، كونه نحن هلأ مثل ما ذكرنا أنه أيام تفصلنا عن التكملية، الطلاب اللي عندهم ضعف كان بمادة اللغة العربية وبنهنهم هلأ بدهم يرجعوا لإعادة الكتاب، تنصحهم حضرتك أنه يرجعوا يعيدوا الكتاب كله أو يركزوا على المحاور اللي حسوا أنه كان في ضعف من خلال الامتحان؟ أحسنتي، لا شك أن الوقت ضيق في الدورة التكميلية. صحيح أن الطالب لا يقدم المواد كاملة كما فعل في الدورة الأولى، يعني هناك من يحسن مادة واحدة وهناك من يحسن أو يعيد مادتين أو ثلاث مواد على الأكثر، ولكن يبقى الوقت ضيقا أمام هذه الدورة، فعليه أن يستثمر وقت الدراسة والمراجعة أيضا بأن يركز على نقاط الضعف التي التمسها لديه في الدورة الأولى أو حتى في السنة يعني عموما، فيعيد بناء هذه الثغرات أو يسد هذه الثغرات التي تكونت لديه
بإعادة فهمها، بإعادة الدراسة، بإعادة الكتابة والتمرين، إعادة الحفظ إن كان هناك شيء يستلزم الحفظ وهكذا. فعليه أن يستثمر الوقت في هذه النقاط ولا يضيع الوقت في ربما جزئيات هو قد تجاوزها مثلا منذ العام الدراسي أو في الدورة الأولى أو أمور هي بعيدة عن نقاط الضعف. نعم تمام. هلا نحن كلنا بنعرف انه بفتره التكميله والتحضير للامتحان بعض الطلاب يمكن ما بتلحق تدرس الماده بالكامل فبتركز على بعض النقاط الاساسيه، اذا عم نحكي عن ماده اللغه العربيه يمكن اليوم في نسبه من الطلاب بتلجا استاذ للملخصات، ممكن اسئله ممكن تيجي او توقعات من بعض الاساتذه، طيب هذا الشيء صحيح اليوم وكافي نحن نعتمد عليهم ام لا نحن لازم نرجع كمان نركز على الماده من اول وجديد حسب الوقت اللي معنا؟ ذكرنا يعني في المحور السابق أنه يجب أن يركز على نقاط الضعف التي هو يعلمها أكثر من الملخص وأكثر من الأستاذ. طبعا نحن ندعو الطلاب أن لا يعتمدوا أبدا على التوقعات ولا يسيروا خلفها لأن هذه توقعهم في مشاكل أو مشكلات كبيرة في أثناء الامتحان. هو يعرف نقاط الضعف لديه، هو يعرف التقصير لديه، هو يعرف ما أنماط الأسئلة التي وجد نفسه عاجزا أمامها في الدورة السابقة، قد يعرف بدقة أيضا أين خسر الجزئية الفلانية مثلا من العلامة. يعني كثير من الطلاب تواصلوا مثلا أو اتصلوا بنا وذكروا أنه علامتي مثلا ذهبت في السؤال الفلاني أو أنا أعرف أنني قد خسرت بعد أن خرج من المادة، طبعا راجع ربما كتابه المدرسي، راجع ما أخذه عند المعلم أو المدرس فوجد أنه قد أخطأ في هذه النقطة تماما بالتحديد، فالآن تجاوزها أمر يسير. ما الذي يجب أن يركز عليه بالعموم أكثر؟ ربما نقول الأسئلة المهارية التي تحتاج منه إلى دراية أكثر وخبرة أكثر قد لا يكون مثلا واجهها في العام الدراسي، كانت جديدة ربما عليه نوعا ما في الاختبار. فمثل هذه المهارات يعني نضعها نحن في الأسئلة لكي تقيس الطالب الجيد جدا أو المتميز، يعني لتراعي فروق الطلاب الفردية في هذا المستوى العالي إلى حد ما. الأسئلة الاعتيادية أو النمطية في الغالب قد يكون تجاوزها الطالب يعني منذ العام الدراسي. فضلا عن ذلك يعني أنا أنصح أعيد يعني النصيحة بالتمهر بكتابة الموضوع الأدبي لأنه كما يقولون يعني هو حصة الأسد من الدرجة، يعني تقريبا ربع الدرجة الكلية من مادة اللغة العربية. طيب أستاذ اليوم حضرتكم كأساتذة باللغة العربية ومن خلال العام الدراسي كيف كنتوا عم تتعاملوا مع الطلاب؟ هل تم تهيئهم يعني أعطيتوا نماذج أو صبر بمادة اللغة العربية وكأنه هنن نظامي بالامتحان الأخير كرمال اللي تعاملوا مع الوقت ومع الورقة بشكل صحيح؟ تمام، لا شك يعني لا شك التهيئة في الحقيقة يعني على مثل هذه الامتحانات أو هذه الأنماط من الأسئلة بدأت قبل الثالث الثانوي، من أول مرحلة الثانوية يعني في الأول الثانوي يقدم الطالب أسئلة مشابهة تماما من حيث التوزيع أو التقسيم أو المستويات أو المهارات المطلوبة، وبعد ذلك في الثاني الثانوي ثم يصل في النهاية إلى الثالث الثانوي. في الثالث الثانوي أقل ما يمكن قدم الطالب مثلا ثلاث مرات مثل هذه الأسئلة، يعني في مذاكرة الفصل الأول وفي مذاكرة الفصل الثاني وفي امتحان الفصل الأول، يعني هذا أقل ما يمكن. فضلا عن ذلك نحن في يعني في العام الدراسي نجري للطلاب سبر، ما يسمى سبر أو اختبارات تجريبية أثناء كل أسبوع أو كل شهر على الأقل، فلا شك أن الطالب قد يكون مهيأ تهيأ لذلك يعني. تمام أستاذة، اليوم كنت عم تحكي عن الطلاب اللي عند حضرتك اليوم وكيف عم يتم تهيئهم للدورة التكميلية، كمان خبرنا ممكن يكون لاحظت من خلال الامتحان يعني كان في أخطاء معينة وقعوا فيها اليوم هدول الطلاب، حاولتوا أنتوا اليوم عم تتداركوا وعم تحاولوا أنه قدر الإمكان كرمال يمكن ما يصير أي أخطاء بالدورة التكميلية؟ تماماً، الأخطاء التي يكثر مثلا أو يكثر ورودها في ورقة الامتحان ما له صلة ذكرنا في المواضيع يعني المقالة أو الموضوع الأدبي من حيث أسلوب الطالب، فالطالب يكتب ويناقش ويأتي بالشواهد ويسمي الفكر ويسمي الشعراء ولكن في النهاية يجد نفسه قد خسر جزءا من الدرجة ويظن أنه
قد نالت تامة مثلا، كتبت كل شيء في الموضوع الأدبي. لا، هناك جزئيات وتفصيلات قد لا يدركها الطالب، وهذا ما نشير إليه دائما وننصح به دائما، هو كثرة القراءة والكتابة لكي يخضع الموضوع الذي يكتبه لتصحيح المدرس طيلة العام الدراسي، فيجتمع لديه مجموعة من الأغلاط التي قد يقع فيها، لم يكتب فلن يكتشفها. هذا واحد. الأمر الآخر، بعض الأسئلة المهارية أحيانا تكون جديدة للمرة الأولى يتعرض لها الطالب، ولا سيما مثلا لدينا في أسئلة القواعد، قواعد اللغة، يتم مثلا من الطالب تحويل شيء معين، فالطالب أحيانا يدرك المطلوب منه ولكن لا ينتبه إلى ما كتب، يعني قد يحول التحويل المطلوب ولكن ينسى بعض التغيير الآخر الذي يستلزمه هذا التحويل، يعني مثلا التحويل يستدعي تغيير علامة إعراب مثلا، أو تغيير شيء في التركيب الذي يلي مكان التغيير أو قبله، فهذا مثلا نتيجة السرعة أو نتيجة عدم الانتباه من الطالب يقع فيه الطالب. بعض الأسئلة تحتاج إلى شيء من الدقة والتركيز، أضرب مثال على ذلك وما ورد في هذه الدورة، سؤال الشعور العاطفي، يعني الطالب قد يتسرع في استخلاص الشعور العاطفي من البيت بسبب القراءة الأولى أو الرؤية العامة أو في ذهنه مجموعة من المشاعر، فيختار مثلا أقربها إلى هذا البيت. لا، نحن نقول له أولا الشعور المطلوب في السؤال هو شعور الشاعر، يعني لا شعور المتلقي ولا شعور أحد ما يتحدث عنه مثلا الشاعر في البيت، هو الحالة الشعورية العاطفية التي كان يشعر بها الشاعر وهو يكتب أو يقول هذا البيت. هذا أولا. ثانيا، عليه أن يقرأ البيت جيدا ومن تراكيب البيت يستخلص الشعور المطلوب، يعني أولا ننظر إلى التركيب، هذا التركيب وفق سياق البيت يعطيني الشعور الفلاني، أنا أسمي الشعور وأسمي أداته، والآن أعطي مثلا المثال الذي هو التركيب. نشكرك أستاذ إبراهيم لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ونتمنى التوفيق لطلابنا وخاصة نحن بالدورة التكميلية الأخيرة بعد القرار اللي صدر. يمكن كان فرصة جدا جميلة لكثير من الطلاب ليقدروا يضبطوا وضعهم وعلاماتهم بتأهلهم الدخول للجامعة. شكرا لحضرتك ولكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى، ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلابنا المتقدمين إلى الدورة. أكيد. كنت معنا مدرس مادة اللغة العربية الأستاذ إبراهيم الحسين، أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها.